السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بالنسبه للناس اللي مازال ما قدموا شكايه في موقع التضامن، الناس اللي ما استفدوش من الدعم ديال الراميد ولا حتى القطع الغير مهيكل وتسجلوا في تضامن، كنعلمكم باللي اليوم اخر نهار لتقديم الشكايه. كيف ما كتشوفوا هذا الاعلان كان البارح ما باينش، اليوم هو واضح. نحيطكم علما ان خدمه ايداع شكايه عدم توصل بالدعم ستنتهي يوم الاثنين 25 ماي 2020 عند منتصف الليل، يعني اليوم 2 مع 12 الليل غادي يساليو وغادي يبداو في معالجه الشكايات اللي صيفطوا لهم. لهذا كنتمنى من الناس اللي مازال ما تسجلوا يتسجلوا وعمروا المعلومات الصحيحه ديالكم، والله يصوب من عنده ان شاء الله غادي اللي محتاج يستافد، والله يزول علينا هذا الوباء، هذا نرجع لحياتنا الطبيعيه. هذا ما كان، بارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي مازال ما يمكن مازال ما استافدوش ومازال ما داروا شكايه ان شاء الله. طلعوا في راسكم.